بهذه الحلقة نتكلم عن 8 أنواع من الإيمان نعم. الذي لا يخلص نعم. وبتهيألي إحنا رح نيجي لرقم 4. تفضل. في إيمان تاني بنسميه إيمان ميت. والكلام ده كتبه الرسول يعقوب في رسالة يعقوب أصحاح 2 عدد 17 وعدد 24. يقول هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. يبقى في إيمان بدون أعمال ميت. ميت. مرات يعني المقصود البرهان والترجمة الثمر في حياة الإنسان. مرات كتير الناس فكروا أن في اختلاف لاهوتي بين الرسول بولس وبين الرسول يعقوب. الرسول بولس كان بيقول أن الإيمان الخلاص بالإيمان، وده مثلا لما بيذكر قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. نعم. وذلك هو عطية الله. ورسول يعقوب يكلمنا أنه الإيمان بدون أعمال ميت. الرسول بولس يقول لي لا، الإيمان هو اللي يقودنا للخلاص. هل هم كانوا مختلفين؟ لا، الحقيقة ما كانوش مختلفين. الرسول بولس بيتكلم عن موقفي القضائي أمام الله، مش الأعمال هي اللي بتخلصني. الإيمان، لما أقبل بالإيمان عمل المسيح المخلص في قلبي فأنا بتبرر، فبتبرر أمام الله. والاثنين استخدموا نفس النموذج. إبراهيم استخدم بولس إبراهيم، والرسول يعقوب استخدم إبراهيم أيضا. ده آمن بالله وده آمن بالله، ده حسب له برا وحسب له برا. فالموقف أمام الله بالنسبة لإبراهيم تبرر بالإيمان من وقت دعوته. لكن تبرر إبراهيم بالإيمان قدام الناس إزاي؟ بالعمل. إذ قدم إسحاق وهو مجرب. يبقى في عمل عمله. يبقى الإيمان دايما موقفي أمام الله، أنا بقبل الإيمان وخلاص المسيح بالإيمان، بيبقى ليه عمل حقيقي يبقى قدام الناس. في ناس يقولك لا، إحنا خلاص خدنا الإيمان والحمد لله، وليس لهم عمل، فهو إيمان ميت.